عقدت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية اجتماعها الدوري برئاسة معالي الأستاذ جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكومة، حيث استعرضت اللجنة بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت عددا من مشروعات القوانين والمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والقرارات التي قامت اللجنة بدراستها بناء على طلب الحكومة، واتخذت بشأنها الإجراءات والتوصيات اللازمة فيها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر للنظر واعتماد ما يراه مناسبا في خصوصها. كما نظرت اللجنة بالإضافة إلى ما تقدم عددا من مشروعات القوانين المعدة بناء على الاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة التشريعية بعد إعداد الصياغة القانونية لمشروعات هذه القوانين من هيئة التشريع والرأي القانوني وإعداد مذكرات رأي الحكومة بشأنها. وقامت اللجنة أيضا بدراسة عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وقد أعدت اللجنة بشأن هذه الاقتراحات مسودة برد الحكومة عليها بناء على ما يرد إلى اللجنة من ردود في شأن تلك الاقتراحات من الجهات الحكومية المختصة. وقررت اللجنة رفع مذكرات الرد المعدة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، هذا فضلا عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء الموقر بناء على طلبات من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.